أهلا بكم. الاجتماع المنتظر الاحتياطي الفيدرالي بدأت أعماله اليوم بالفعل على أن ينتهي غدا، فيما يبقى المستثمرون بحالة ترقب على أعلى مستوى لما سيتم إقراره من قبل البنك حول أسعار الفائدة. فبينما أن الخفض بات أكيدا إلى أن نسبة الخفض ما زالت موضع نقاش، فهل سيخفض الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس؟ أم سوف تتفاجأ الأسواق بخفض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس؟ دعونا نرى كيف تتفاعل الأسواق بشكل عام مع هذه المعطيات. الأسهم الأوروبية ارتفعت في المستهل مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات بنوك مركزية رئيسية حول العالم هذا الأسبوع، من بينها بنوك أوروبية وعلى رأسها بنك إنجلترا، وأيضا أكيد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. بالمجمل الآن ارتفاعات في الأسواق الأوروبية، فوتسي على ارتفاع يقارب 18 نقطة. أما الأسهم اليابانية فقد انخفضت في ختام التعاملات مع ارتفاع الين، وهذا بسبب توقعات تثبيت بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل مقابل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذا انخفاضات تصل إلى 1%. ونتحرك الآن باتجاه أسعار الذهب التي تعاود الانخفاض بعدما كانت ارتفعت بشكل طفيف قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك مع تفاؤل المستثمرين تجاه خفض الاحتياطي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع وبالتحديد غدا. انخفاضات الذهب في هذه اللحظات تصل إلى حوالي 14 نقطة مئوية. وختام جولتنا مع أسعار النفط التي تنخفض في هذه اللحظات أيضا رغم استمرار تبعات الإعصار الاستوائي فرانسن على الإنتاج الأمريكي، وبالتزامن مع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذا انخفاضات برنت تقارب نصف نقطة مئوية في هذه اللحظات. وللمزيد حول أداء الأسواق العالمية ينضم إلي الآن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد معنا. إذن وأخيرا بدأ اجتماع احتياطي الفيدرالي المنتظر من قبل كافة الأسواق العالمية، لكن ربما الغريب نوعا ما هو تغير الحديث نوعا ما الآن. الاستبيانات التي ظهرت مؤخرا عم بتميل أكثر التوقعات لخفض بخمس 50 نقطة أساس، إلى أي مدى قد يكون ذلك منطقي؟ بالتأكيد أداة توقع أسعار الفائدة على الموقع الرسمي الفيدرالي تظهر أنه الاحتمالية الآن تقبع عند 65% لأن يكون التخفيض بخمسين نقطة أساس. حقيقة يعني فيه شيء من الصعوبة بالتحقيق إن حدث هذا الأمر، خصوصا أن الفيدرال الأمريكي لم يظهر هذه النوايا بشكل كبير جدا، وكان متأخر بعملية أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا ولفترة ممتدة وطويلة. التوجه نحو تقليص شديد في أسعار الفائدة ربما قد يثير الذعر بين المستثمرين وفي الأسواق تحديدا، وربما أيضا قد يظهر الاقتصاد أو الفيدرالي بأن هناك شيء لا نعلمه بما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي. على الرغم من أنه كل البيانات اللي صدرت أو مفردات الاقتصاد الجزئي حتى الآن كان عندنا فقط قراءتين سيئات من سوق العمل الأمريكي وتقرير الوظائف الغير زراعية على وجه التحديد، ارتفاع بمعدلات البطالة ومن ثم عودة فقط. طيب ذكرت نقطة مهمة أنه الخفض بخمسين نقطة أساس مرة واحدة قد يثير ذعر المستثمرين حول العالم، يعني الذعر إذا بدنا نوصفه كيف ممكن ينعكس على الأسهم وما إلى ذلك؟ حقيقة نحن شفنا توجه واضح نحو أسعار الذهب وارتفاعات واضحة، انخفاض في قوة الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، ربما الأبرز أداء كان الجنيه الاسترليني وبتحقيق أكثر من 3.6% ارتفاعات هذا العام. الين الياباني الذي كذلك الأمر عاد للارتفاع بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي. ما نريد يعني ما يلفت الانتباه حقيقة أنه ممكن ذلك قد يسحب الثقة من الأسواق الأمريكية وأسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد، وبحث أكثر نحو ملاذات آمنة وربما قد يفجر مزيد من الارتفاعات على أسعار الذهب. طيب ننتقل سريعا لأسعار النفط. على الرغم من كل ما يحدث والإعصار يعني عم بسبب اضطرابات ما زال في الإنتاج الأمريكي، لكن عم نشوف برنت عم بنخفض، شو السبب؟ جني أرباح أو
عملية عدم وضوح نحن عم نشوفها، نحن عم نستنى قرار مهم جدا من الفدرال الأمريكي، وربما قد يغير مسار السياسة النقدية على الأقل خلال العامين المقبلين بالتوجه نحو سياسة تيسيرية أكثر. هذا يؤثر على أداء الدولار الأمريكي ويؤثر على نشاط الأعمال التجارية وعلى طلبات النفط على وجه التحديد، وربما أفاق مستوى النمو الطلب العالمي على النفط. عم نشوفه نوعا ما مستقر، ما بدي أقول أنه هو تراجع بشكل كبير جدا، ولكن الأنظار تتجه بشكل أكبر نحو ما يحدث في السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب رأت سريعا، العملات المشفرة عم تستفيد من قرب خفض أسعار الفائدة، هل هي مؤهلة للمزيد من الارتفاع؟ مرتبطة أكثر بالتغيرات السياسية التي قد تحدث على المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الأمريكية في نوفمبر. نحن نعلم أنه نوعا ما ترامب يدعم أداء العملات الرقمية. عدا عن ذلك، هو ضعف الدولار الأمريكي سبب بعض الارتفاعات التي لاحظناها مؤخرا على العملات الرقمية. دون ذلك ننتظر نتائج الانتخابات هي التي ستقرر مصير العملات الرقمية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. شكرا.